معاكم نورهان اسماعيل، وانا حقا اعترض. ازاي نقول معرفش ولا مقدرش ولا معيش؟ ازاي تستجري وتفضح نفسك قدام الناس؟ هو ده اللي بتحسه لما بتنسى ان من حقك تعترض، او من حقك تحط حدود لنفسك او مع الناس. ازاي تتوه؟ ازاي ما تعرفش اسم الشارع اللي وراك؟ ازاي معكش 1000 جنيه تسلف صاحبك؟ ازاي تقول للناس انا مش نازل اصلا انا تعبين؟ ازاي وازاي وازاي؟ احب افكرك وافكرني اننا من حقنا نعترض. معايا النهاردة عمرو محمود، وهنتكلم عن ازاي ما بنعرفش نقول ما نعرفش. ازايكم؟ ازاي كان نورهان، عاملة ايه؟ ازايك محمود؟ انا معرفش ازاي نقول ما نعرفش. يعني الناس بقت تحط بعض في مواقف شوية، انا شايف ان هي مش عايز اقول محرجة بس مرهقة. يعني انا دلوقتي واحد من الناس، هنقول انا عمرو دلوقتي عايز من محمود 1000 جنيه زي ما انت كنت لسه بتقولي حالا، فكلم محمود، ايوه محمود معلش معاك 1000 جنيه لحد اول الشهر مثلا، يقول لي طب حاضر هشوف واقول لك، رغم ان هو مثلا في نيته ان هو مش يعني، او هو مش في مقدرته ان هو يعمل كده، يقول لي طب ثواني هشوف واقول لك، او هكلمك تاني ما يكلمنيش يتكسف فانا اتكسف، فالموضوع بيتقلب لقصة تانية خالص. يعني هل هو بقى كده بصص لي بصة معينة؟ كل واحد شايف الموضوع من منظور، والاتنين ما بيتكلموش مع بعض. طب ليه؟ اللي تسيب كل واحد يسرح بخياله وما يبقاش عنده إجابة واضحة؟ الفكرة كلها ليه ما فيش إجابة واضحة؟ ليه لما تسأل واحد على شارع يقولك طب هو قالك فين؟ ما فيش مشكلة، أنا ممكن أتخيل هو قالك فين، إن لو قالك علامة تانية معينة تقدر تعرف بيها، بس أغلب الناس بتبقاش عارفة كده. أغلب الناس ما يقدرش يقول معرفش إزاي أنا ماشي في الشارع ده ومعرفش كل حاجة حواليه. إزاي لما تسأل على أي شيء في الدنيا، الناس بقت عندها ثقافة الفتي، ثقافة إن إزاي أنا عندي كل الإجابات، عندي كل حاجة تقدر تكلمني فيها، تقدر تسألني عن أي شيء. الموضوع فعلا ما هوش مزعج على قد ما هو مرهق. طب وإنت يا محمود إيه رأيك في الموضوع؟ ليه الشعب المصري بيحب يفتي بدل ما يقول معرفش؟ هو الموضوع أعتقد في مصر يمكن الثقافة المنتشرة اللي هي ثقافة نقل المعلومات عن طريق الاستماع. يعني دايما الناس بتتناقل المعلومات عن طريق ان هي بتسمع لبعض وبتتناقل موروث حتى الثقافي وخلافه، حتى في الدين في الأخلاق في أي حاجة تلاقيها بتقول أنا سمعت فلان بيقول أو سمعت فلانة بتقول. إنما لما بنيجي ندور على المرجعية والأساس بقى وتحري دقة الكلام ده، بنلاقي إن معظمه فتي. فهو الفتي يمكن يكون برضو جزء منه، الناس مش قصدها انها تفتي، بس هم اتعلموا ان هم ينقلوا الكلام بسرعة. فمثلا يعني انا لما باجي اسال بعض الناس فعلا عن شوارع معينه او خلافه، ممكن يوصف لي مكان ممكن ما يكونش هو، يقول لي مثلا ابقى اسال هناك، اروح الاقي نفسي بعيد اصلا عن المكان. وناس تانية فعلا بتقول ما اعرفش، ودي انا بحترمها، لان اللي بيقول ما اعرفش هو ريحني فهيوديني لحد تاني ممكن يكون يعرف. فموضوع الفتي هو ثقافه وموروث عن الناس اللي سبقونا، ان هم كانوا بيتناقلوا المعلومات عن طريق الاستماع، ما بيتحروش دقة اللي هم بيتناقلوا، فتعلموا ان هم لما يجوا يردوا بيردوا برضو من منطلق اللي هم فاهمينه او سامعينه او خلافه، انما هو مش ما عندوش المرجعية الحقيقية لده. وده يمكن هتلاقيه في الدين كتير جدا، يعني في موضوع حتى تحري دقة العلم الشرعي مثلا اللي بيتناقله الناس، طب انت عارف ده صح، الحديث ده صح ولا غلط، ضعيف ولا حسن ولا موضوع ولا خلاف. يعني كان في مرة مثلا حد بيقول طرفة، يعني مثلا ان حد كاتب حديث في محل من المحلات، يعني فكاتب من كتاب الموضوعات، فهو مش عارف ان كتاب الموضوعات، فبيقول تعرف ايه كتاب الموضوعات، فقال له لا، قال له دي احاديث موضوعة، دي ما كانتش موجودة ووضعت يعني غلط، مش منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني فهو الراجل فوجئ، يعني بيقول لما انا بكلمه هو الراجل مش فاهم ان ده حاجة غلط، لا هو شايف ان ده كتاب الموضوعات ده يعني حاجة مهمة، هو مش كتاب حاجة مهمة، هو لامم الاحاديث الموضوعة عشان الناس ما ترجع لهاش او تخليها كمرجعية. فده يدل استخدمها كمرجعية، كان استخدمها كمرجعية، استخدمها هو كمرجعية.
فبس ده يعني ده اللي انا شايفه يعني في المجمل، ان الناس اتعلمت الميكانيزم بتاع الحياه والتفكير ان هو ما يتحرش الدقه، او ما بقاش بيدي وقت لده، وبينقل وبيفتي. وبرده زي ما قلنا الفتي بيبقى فيه بعض الحاجات طبعا اللي بتؤدي الكوارث، وده يا جماعه يعني انا نفسي ان احنا نخلي بالنا منه، ان انت ممكن تعمل كارثه كرايزس حقيقيه تبوظ بيها وتعمل بيها مشاكل كتير، وممكن تعدي على خير. يعني زي ما قلنا لو شارع مش مشكلة، مثلا قلته غلط ولا بتاع، أو في الآخر هنلاقي الشارع. إنما مثلا لو رحت فتيت في حاجة شرعية مثلا ما بين راجل ومراته، ولا أنت قلت لحد دي حرام وهي حلال، أو رحت قلت ده غلط وده صح والكلام ده كله، يعني حتى منظور الخطأ ومنظور الصح ده بيختلف وجهات النظر فيه على حسب حاجات كتيرة جدا، منها البيئة المحيطة والتربية والأخلاقيات والمجتمع نفسه بيشوف ايه. فالتنوع نفسه الدايفرستي ده مهم جدا، ان انت تبقى ملم عشان يبقى عندك كمان قبول للآخر. يعني النظرات الأحادية دايما للأشياء، مثلا ممكن تخليني أفتي في ان اللي بيعمله فلان غلط، طب هو انت مين اللي قالك ان هو غلط؟ هو عنده وجهة نظر برضو، وجهة النظر دي تحترم، فلازم تحترم وجهة نظره. تمام. هو أنا دايما بسميهم كلمات الأخير هشين، يعني معرفش، مقدرش، معاوزش، يعني كلها بشين. دايما بهزر بيها معاوزش دي. بس ليه الكلمات دي أصلا تقيلة في قوالتها؟ يعني ليه الناس بتتعب قوي عشان تقولها؟ هل هي لأنها فيها نوع من أنواع الإيحاء، إن أنا غير قادر على فعل شيء فبالتالي بتكسف أو بحس بضعف وأنا بقولها؟ إيه رأيك يا عمرو في الموضوع ده؟ بتفق معاك بنسبة كبيرة جدا، يعني أن في إيحاء بالضعف بيجي لبعض الناس، في ناس تانية بتاخدها بشكل مختلف. أنا في حد بيسألني فأنا حاسس أنا هبقى علامة فارقة في حياته قوي لو أنا جاوبته على الشيء ده، رغم أنه عادي جدا ممكن يكون بيسأله على اسم شارع، اسم فندق، اسم مستشفى، أيا يكن. لا ده أنا لو جاوبته دلوقتي هيروح يفتكرني ويقول قد إيه أنا بطل إن أنا دليت الراجل ده، رغم أنك ممكن تكون بتلبسه مش بتدله. يعني لو هنتكلم في حاجة بسيطة جدا لسه حصل معايا قريب، صباعي حصل فيه زي ورم خفيف قوي، فكان وجعني، قلت تاني يوم هكشف عليه. دخلت صيدلية أجيب مسكن، فبالمرة لقيت واحد قاعد فشكله دكتور يعني، فبقول له أنا صباعي في الكذا كذا اللي أنت شايفه الورم بالمنظر ده، قال لا حط له الكريم ده. قلت له يعني مش محتاج أروح لدكتور؟ قال لي إطلاق. حطيت الكريم ده لمدة حوالي 3-4 أيام الوضع بيسوء. رحت للدكتور قال لي لا ده المفروض تاخد معاه حاجات تانية، قال لي الكريم ده ملوش لازمة، لازم تاخد حاجة تانية معاه. فاداني مضاد حيوي قوي حبتين ثلاثة، فبتناقش مع صيدلي حقيقي بقى بجد، دكتور صيدلي فعلا، قال لي هو ده قوي على الحالة اللي أنت فيها، وأنا كان ظروف شغلي مش هتسمح ان انا اخد اللي الدكتور كاتبه لي. فاداني حاجه اقل شويه ولكن نفس الماده الفعال. في واحد واقف زبون داخل الشارع عادي جدا، وريني صباعك كده، لا بص بقى انت تحط المرهم الاسود وتحط مش عارف ايه وتعمل ايه. الصيدلي فعلا انا حاسس ان هو جات له فعلا في صدمه حصلت له، بصص له كده. الصيدلي بيقول له، قال له فالصيدلي ما حبش يكسفه والله فعلا، قال له لا يعني هو كفايه بس المضاد الحيوي اللي انا اديته له مع الكريم المعين اللي هو بياخده والدنيا هتبقى كويس. لا اديله بس اللي انا بقول لك عليه هتهوله. وفعلا بيتكلموا بصيغه امر، قالوا اللي انت بتتكلم عليه ده علاج كويس جدا، بس في حاله انك عايز تعمل حاجه معينه هي اوريدي حاصله في سباق، الحاله بقت سيئه جدا فلازم يعمل كده. فلكن تخيل ان خلاص في واحد انا مقتنع ان هو هيروح في البيت، انا عالجت واحد والصيدلي واقف جوه حتى لو ما قالهاش للي حواليه، هو في دماغه حاجه راضيته نفسيا، هو مروح راضي عن نفسه انا قلت كذا كذا. زي ما في مره لقيت واحد بيتكلم بيقول كنت قاعد مع الدكتور داخل يعمل عمليه زايده لحد، فبقول له انت هتشيلها ازاي؟ قال لي كذا. قلت له لا لازم تشيلها بالشكل الفلاني. انا فعلا انا مش عارف اضحك ولا استغرب ولا اندهش ولا ايه اللي بيحصل، وقاعد بيحكي لنا بمنتهى الفخر، وقاعد هو مش بلام، هو مش ابو لمعه ولا هو فشار ولا اي حاجه من الحاجات دي، انا متاكد ان عمل ده لان فعلا الشخص ده انت لو سالتيه على اي حاجه في الدنيا اكيد عنده اجابه ليها. اكيد لو كلمتيه عن الكتله الحرجه في تصنيع القنبله الذريه والله هيجاوب عليه، انا متاكد ان عنده الاجابه، وممكن يكتب لك معادله ايه هي الله اعلى واعلم. لكن فعلا في ناس بتحس ان دي لحظات انتصار بالنسبه لهم،
ان هو يجاوب اي حد على اي حاجة حتى لو كانت الاجابة دي غلط. والكارثة الكبيرة جدا زي ما محمود لسه قايل، لو الموضوع فيه حكم شرعي، وفي كارثة تانية لو الموضوع فيه حاجة طبية حصلت ممكن تأذي بني آدم. واعتقد مفيش حد فينا ما شافش حاجة زي دي من حد قريب منه او حتى بعيد عنه. بتهيالي ان هما كمان بيبقى فيها نوع من انواع الحفاظ على الصورة الذهنية لنفسه، كأنه بطل خارق ما جابتوش ولادة وعارف معرفة فظيعة ومتطلع لكل حاجة في الكون، او انه في نفس الوقت خجول جدا ومش عارف يعمل حاجة غير انه يراضي الناس. يعني انت عايز فلوس هديلك، عايز اقولك الشارع هساعدك، طب انت ممكن تبقى واحد مش عارف حدودك الشخصية، طب بتتوهنا معك ليه مثلا؟ يعني انت مش عارف امتى توقف مع نفسك وتقول مش قادر مش عارف. فممكن تودي ناس كتير قوي في مشاهد ان هي تتوه، او انه يعتمدوا عليك في حاجة وانت مش قدها وتتدبس والدنيا كلها تدخل في بعض بسبب ان انت ما قلتش الحقيقة. ايه اغرب موقف حصل لك يا محمود عشان حد دبسك بدل ما يقول لك الحقيقة، حد دبسك في حاجة وكده؟ انا بس لو تسمحي لي عايز بس اعلق على كلام عمرو في حتة الصيدلي. يعني انا عايز اقوله حتى ان الصيدلي مش من حقه على فكرة انه يشخص، لان لازم بيدرسوا هم حاجة اسمها دبلوم التشخيص عشان يقدر ان هو يبقى مؤهل او معاه رخصة ان هو يشخص ويدي دواء. هو الصيدلي مش مؤهل لده، بس هو طبعا يعني احنا كحكم العادة يعني ان احنا اتعودنا ان احنا نلجأ له في الحاجات اللي عندي معدتي وتعباني، عندي مشاكل بسيطة وبتاع، فممكن يساعدنا فيها يعني. انما طبعا الاصح ان انا لازم اروح للطبيب لو الموضوع حالته سائد زي ما عمرو حصل معاه كده، واتمنى ان يكون صباعه كويس دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. انا بالنسبه لي الفتي والله يا نورهان هو يعني اقول لك ايه ولا ايه، يعني مواقف عديده جدا. يعني مثلا في الشغل، يعني مثلا ممكن تيجي تلاقي حد زميل جديد جاينا مثلا لسه خبراته قليله، مع كامل احترامنا طبعا ليهم لقدراتهم وكل حاجه، بس طبعا بالخبره يمكن ده زميلة يعني بالأخص يعني، ودي لسه بكلمها في الموضوع ده من كام يوم، هي عاملة نفسها فاهمة في كل حاجة، وبعدين من كتر ما احنا يعني اتكلمنا فهي بتحكي ان هي كانت في الشغل القديم بتاعها اتحولت للتحقيق 3 مرات وحصل مشاكل معاها كذا مرة، وبتلجأ لوالدها في، هو كان زميل سابق برضو، فبتلجأ له في كل حاجة وكبيرة وصغيرة وتقعد تسأله فيه. فأنا بقول لها هو احنا يعني مع كامل الاحترام يعني مش عارفين شغلنا؟ هو احنا دلوقتي حاجة من الاثنين، يعني مثلا موضوع الفتي هو والدها مع كامل احترامنا هو كان في قطاع تاني مختلف عننا، هل انت ملم بكل اللي احنا بنعمله؟ تاني حاجة الشغل القديم الماضي اللي كان فيه ده ملوش علاقة بينا خالص، يعني كل واحد كان عنده البيئة بتاعت العمل بتاعته أو خلافه. فالمنطلقات اللي هي الفتي بقى اللي بيحصل هنا في إن ربط الشغل اللي هي كانت فيه بالشغل بتاعنا، ربط إن والدها بيفتي بكل آرائه الجميلة الخزعبلية اللي هي المفروض إن إحنا نلتزم بيها، وهي بتيجي بقى تقول أنا كلمت بابا وقلت له، لدرجة إن أنا عايز أضحككم يعني إن هي كانت واحدة زميلتها بتقول أنت خدتي كورسات في الشغل القديم، فإحنا في مفهوم كده يعني نورهان إن الكورسز اللي بناخدها لازم ليها مدة معينة عشان ما تدفعيش تمن، وإلا لو خرجتي من الشغل، وده بروتوكول عالمي يعني إذا خرجتي من الشغل قبل مدة معينة بيدفعوكي تمن الكورسز اللي أنت خدتيها. فالمهم قالوا لها عليكي مبلغ معين كورسات، فهي راحت بنت اتصلت بيها في الشغل فقالت لها انا عايز استفسر منك انا فعلا عليا فلوس ولا لا، فهي بتقول لها لا ما تقلقيش ان شاء الله الموضوع ده هنحله ومش هيبقى عليك فلوس وبتاع. فهي جايه تقول لي بمنتهى البراءه بتقول لي انا كنت عايز اسجل لها، فبقول لها تسجلي لها ازاي يعني؟ فبتقول لي اسجل لها المكالمه، مش من حقك تسجلي لها، لازم اذن نيابه عشان تسجلي لها مكالمه. بتقول لي لا اصل انا هاخدها عشان اقول لها اوريها لبابا المكالمه واسمعها له ومش عارف ايه. فانت بتتكلمي في واحده شغاله فتي ممكن تخرب الدنيا، وطبعا انا دقيت ناقوس الخطر عندنا طبعا في الاداره ان البنت دي شاطره ولكن عندها مشكله،
فهنا دي مشكلة الفاتي، هي بتفتي. فالفاتي ده ممكن فعلا يعمل مشاكل كبيرة، وخصوصا في شغلنا يعني مجال شغلنا نفسه، ممكن الفاتي ده يؤدي ان انت بتترجمي حاجات وبتخلقي حاجات انت في الخيال بتاعك، وعايزة تعملي تسجيلات وشغل العصابات اللي هو اللي شغال ده. طبعا ده ما ينفعش، ان انت دايما في تخوين للناس اللي انت شغالة معاهم وعدم ثقة، وكذا مرة نطمنها انت في ايدي امينة ما تقلقيش، ان انت احنا عمرنا ما هنحطك مثلا في حاجة اداريا غلط او فنيا غلط. ده غير اصلا يعني روهان ان هي ما عليهاش حاجة، لان هي لسه تعتبر في فترة اصلا الاختبار، يعني انت بتتكلمي في واحدة في الاول اصلا لسه يعني. في الاول خالص، فعمر ما حد حملها حاجة يعني، هي بتفتي من الاول خالص. ده يمكن من النماذج اللي انا بصراحة ما اقدرش كنت افوتها. لا ده دي يعني ولبستنا كذا مرة في حاجة كده، والحمد لله يعني قدرنا نظبط ده، بس طبعا من النماذج الصعبة جدا في موضوع الفاتي ده. والله لا انا ما اقدرش استحمل الشخصيات دي في حياتي ابدا يعني، الحمد لله ان انا مش معاكم في الشغل. لا واضح ان انت عنيد جامد، وده دي الخلاصة، انه ان الناس كتير لازم تعرف انه اللي سواء الفاتي سواء ان انا ما بعرفش اقول ما بعرفش اوقف نفسي عن ان انا اساعد الناس، انها ممكن تتحول علينا في يوم الايام انها اذية. انا بالنسبة لي تعلمت من زمان اني ما توهش الناس، يعني ما اقولوش انا عارف الشارع وانا اعرفوش. انا نفسي ما احبش حد يتوهني، فانا حقا اعترض انك تفتي او تتوهني، بس تعلمت بعد كتير قوي ازاي اقول لا مش قادرة، مش عايزة، اسفة، مش هعرف اساعدك، لما حرفيا اخدت جلسات في كيفية وضع حدود شخصية. وللأسف لسه بتعلم، لاني بقع دايما في خية اني مش عارف انفذها. ساعات الواحد بيجي على نفسه عشان يرضي الناس، خاصة القريبين منه، لكن لازم نفتكر اننا حقا نعترض لما نبقى مش قادرين او مش عايزين او مش عارفين، وانه عادي نطلب المساعدة، وعادي نطلع مش عارفين معلومة، وانه عادي جدا اننا نعترض. احب اشكر عمرو ومحمود على اعتراضهم معايا النهاردة. كان معاكم نورهان اسماعيل، وانا حقا اعترض. اسمعوني على انغامي وسبوتيفاي ويوتيوب.